تساقطات ثلجية هامة بالأطلس المتوسط ومدينة إفران، ثلوج تجاوزت في بعض المناطق 60 سنتيمترا وامتدت على شبكة من الطرق المعبدة والمصنفة، ما خلف بعض الاضطرابات في حركة المرور وتسبب في إغلاق بعض المحاور الطرقية كالطريق الرابط بين أزرو وتمحديط. الطريق الوطني رقم 8 اللي كتربط ما بين فاس إفران أزرو، فهي كندوزوها غير عبر القافلة يعني ليبر بار كونفوا، وكذلك الطريق الجهوية رقم 707 الرابطة ما بين إفران والحاجب. فرق عمل مؤهلة تم تجنيدها وتزويدها بآليات من صنف مزيحة الثلوج والشاحنات والجرافات والحاملات من أجل ضمان استمرار حركة السير، غير أن قوة الرياح وسلوكات بعض السائقين تزيد من صعوبة إنجاز هذه العملية. الصعوبة اللي كنلقاو في إزاحة الثلوج هو أن كاين كثرة الرياح وانعدام الرؤية اللي ما كنشوفوش مزيان من با واحد، ما تشوفش واحد المسافة كبيرة. زيد على هذا ان السائقين ما كيحترموش القانون ديال السير، منهم الناس اللي كتضوبل في اماكن غير مسموح بالدوبلاج. كاين عاصفه ثلجيه، كاين رياح نوعا ما قويه، ولكن حتى المواطنين ما كيعاونوش. المواطنين كيخرجوا دوزيام بوزيسيون، كلشي زربان، كلشي ما كيحترمش، كيعرق السير من الجهه الاخرى. التساقطات والثلجيه التي تشهد هذه المنطقه قد تعرف تزايدا في الساعات والايام القادمه، لذلك فعلى مستعمل الطريق مزيد من الحيطه والحذر. وبفعل